ينبغي للمسلم إذا جاء إلى المدينة أن يغتنم الأوقات في الطاعة. مسلمان سخر مدينة قشقوام دي يوختر قغسب بنخوي بساب قغا خورة. أفضل ما يكون الصلاة في المسجد النبوي. أي صلاة يصليها في المسجد النبوي بألف صلاة، حتى صلاة الجنازة، حتى صلاة النافلة. نعم. بصوم يعني خفت دو مسلمان مشافنر محمد صلى الله عليه وسلم مسجد دي نمز يجن خويش ست خود نمز يجمي محمد صلى الله عليه وسلم مسجد دي يبسابر خود مينجا خوي غباغو الله سبحانه وتعالى. نحرص على أن نصلي في غير أوقات النهي عن الصلاة، نكثر من الصلوات. نماز نخبر زرتشون تبتن ويش محمد بيغمبارني ما جيت ميدي صلى الله عليه وسلم وقت نماز شبش مخن وقتك مخمة. يعني هذا الآن الموضع أفضل شيء في الصلاة، أفضل من قراءة القرآن، أفضل من أن تصوم، لأنه لو تصوم قد تتعب عن الصلوات. ممكن تصوم في أي مكان، لكن هنا المكان هذه ميزة للصلاة فيه. نخف ددو مدي وش عمبش أنو نخفر نماز ما بيغمبارني ما جيتم شبشن را قرآن ويجنم نخي نخف شار كودجا ودا ونجم ويبدما ونجم نخي نخف ستو جبامة سخور شنجم دي قرور شايخري نمازر قيحة لجو شايدزا عمدين نقصا قد الدزي وشتر نمازرا.